خلينا نروح لسلا واستكمال اللقاءات. اتفضل يا سلا. من جديد طبعا برحب بك يا كابتن ايمن وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن حاليا معايا واحد من نجوم المباراه النهارده، ويمكن مش بس نجوم المباراه، نجم الفريق كابتن مروان سرحان. كابتن مروان طبعا في البدايه برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك مليون مبروك النهارده تاني مباراه الموسم، او تاني بطوله عفوا الموسم ده، وده احمد اسماعيل طبعا معانا تاني بطوله الموسم ده، ببارك لك عليها طبعا، وببارك لك على الاداء والروح اللي كانت موجوده في الملعب. طبعا الحمد لله على المكسب. برحب بكابتن هيثم طبعا في الاستوديو وكل الناس المدربين اللي معاه. طبعا نهدي البطوله لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره. ده تاني كاس الحمد لله نكسبه على التوالي، تاني بطوله في الموسم ده. بس يعني احنا عندنا طموحنا اكبر من كده، طموحنا ان احنا عايزين نحقق الدوري تاني سنه على التوالي، نحقق بطوله افريقيا ان شاء الله. فنفرح النهارده وننبسط، وان شاء الله بدايه من بكره نبدا نستعد لبطوله افريقيا. التصفيات كمان اسبوع بتلعب عندنا، محتاجين كل الدعم وكل الجماهير تيجي تقف معانا وتساندنا في الماتشات. ان دي بطوله مهمه واول مره نشارك فيها بنظامها الجديد، فمحتاجين كل الدعم ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونفرح الجماهير وكل النادي باذن الله يا مروان. ويمكن يعني بطولة كأس مصر وتتويجكم ببطولة كأس مصر بطولة مهمة جدا في توقيت أهم بالنسبة لكم، طبعا زي ما أنت قلت يعني فاضل أسبوع خلاص وتشاركوا في بطولة أفريقيا، يمكن كمان شفنا يعني مع أهمية المباراة كمان وجود جماهير النادي الأهلي، إداكم دافع كبير جدا يا كابتن مروان في الملعب، ويعني حفزكم جدا قبل المباراة. طبعا طبعا، يعني إحنا الملعب من غير جماهير تحس إن في حاجة مش مظبوطة يعني. فطبعا كل الشكر للجماهير اللي جت سندتنا النهاردة وسافروا مخصوص من القاهرة الإسماعيلية عشان يقفوا ورانا واخر ايام رمضان. واكيد الاجواء مش سهله يعني ان هم يجوا ورانا، بس الحمد لله عدد كان كبير. بحب نشكر كل واحد فيهم على الدعم وعلى المسانده، والكاس ده بنهديه لهم طبعا، وزي ما هم بيساندونا احنا بنفرحهم يعني، ونحاول نفرحهم على طول ان شاء الله. كده كم كاس يا كابتن مروان، ولا كم بطوله؟ انا كده 2 كاس مصر، 2 مرتبط، 1 دوري و1 بطوله عربيه، وان شاء الله ده مش كفايه يعني. احنا عايزين اي بطوله بنخش فيها لازم بنحاول على قد ما نقدر نحققها يعني، عشان ده الجيل ده يستحق كل الدعم وكل البطولات اللي موجوده، ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحققها ونهديها للنادي يعني. الجيل ده جيل كويس جدا محترم، كل الاسماء اللي موجوده في الفرقه دي هي تستحق كل حاجه يعني، تستحق. كابتن مروان طبعا زي ما انت قلت يعني فعلا الجيل الحالي جيل على قدر المسؤوليه، جيل على قدر الثقه الموجوده عند جماهير النادي الاهلي. بتمنى لكم التوفيق طبعا الفتره اللي جايه وبالاخص في بطوله البال. بشكرك جدا وبتوفيق دايما يا كابتن مروان. شكرا، شكرا لك يا سلا، وشكرا لكابتن هيثم. طبعا ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم المباراه ومن نجوم الفريق كابتن مروان سرحان، والان عوده مره اخرى للاستوديو يتكلم عليك طبعا. تفضل. سلا حامد، بشكرك شكرا جزيلا. وطبعا واضح الروح اللي ما بين اللعيبه، كريم حاتم حتى لاعب ناشئ صغير بيهرج مع سرحان وهو احد كبار الفريق.